بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام والأعزاء، نرحب بحضراتكم من جديد وفي انطلاقة جديدة وموفقة من انطلاقات الخير والبركة، الشوط 25 للقعدان الحقايق على بركة الله، والشوط الختام أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات. متابعين الكرام نتقدم وإياكم، نتقدم وحضراتكم مع مقدمة الشوط لنتعرف على أول المراكز وأول المنطلقين في هذه اللحظات. نتابع أول المنطلقين القاطع 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 مع مقدمة الشوط، سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي يقدم القاطع على أول المراكز. يا سلام المركز الثاني، أتابع في هذه اللحظات غزيلان نايف بن عبد الله بن علي آلف هيدا المري، آلف هيدا المري يا سلام. المركز الثالث وصول وانطلاق من سلهود عوض بن سعيد بالكيله العامري. المركز الرابع اتابع للطام ناصر بن مبارك بن ناصر المنصوري. المركز الخامس في هذه اللحظات وصول من هواوي يا سلام، حميد بن خليفه بن سالمين الحميري هو القادم مع هواوي. وسادس المراكز نتابع رسلان هو القادم، ناصر بن بطحان المنصوري. يا سلام يا سلام على هذه الأسماء، يا سلام على هذه الشعارات الكبيرة التي بدأت تسير في المسار الصحيح نحو خط النهاية ونحو ذلك الناموس الغالي. يا سلام عودة إلى القاطع هنا على مقدمة هذا الشوط وعلى هذا الانطلاق المميز هنا. يا سلام سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي يقدم القاطع، ولكن وصول وانطلاق في هذه اللحظات. مهول الزفنة بن مسلم الزفنة العامري غير 1200 يا متابعين. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلق في هذه اللحظات مهول بهذا الأداء اللي هول الجميع وحصاته في بطانه. الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، ومهول ما زال على القيادة، ما زال على الريادة، ما زال متربعا على عرش الكبار. هنا مع الصدارة، هنا مع الانطلاق، ما شاء الله وتبارك الرحمن. المركز الثاني رسلان هو القادم، ناصر بن بطحان بن قران المنصوري يا سلام. وأيضا قدوم الصيرمي منصور بن سيف بن محمد المنصوري هو القادم، وكذلك شاهين حمد بن سعيد بن غانب بن ريو المنصوري. وصلكم ولكن التقدم ما زال مع مهول، الانطلاق ما زال مع مهول. الزفنة بن مسلم الزفنة العامري زفنا مو زفة يا بن زفنة يا سلام، انطلق في هذه اللحظات. ولكن بني ريو هو القادم في هذه اللحظات مع شاهين، مع الماركة الشاهينية. ولكن مهول والأمتار الأخيرة، مهول والأمتار النهائية، مهول والانطلاق، ما شاء الله وتبارك الرحمن. مهول وشاهين، ولكن مهول. تهانينا للزفنة بن مسلم الزفنة العامري على فوز مهول وانتزاع شوط الختام، شوط الختام. تهانينا والناموس من هذه اللحظات نزفها لمالك مهول. المركز الثاني وصل شاهين حمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري. المركز الثالث وصل متابعين الكرام مزعل عوض الصغير العامري. المركز الرابع وصل متابعين الكرام اللي هو الصيرمي منصور بن سيف بن محمد المنصوري. المركز الخامس
وصل متابعين الكرام شاهين عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي. إذا تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار مهول ولحبات وصول 4:31 وجزئين من الثواني. تهانينا والناموس المركز الثاني كان الوصول من شاهين حمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري ولحظات وصوله 4:31 7 من الثواني. تهانينا والناموس المركز الثالث وكان الوصول من كان مزعل وعوض الصغير العامري ولحظات وصول هذا الشعار 4:34 وجزء وحيد من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين.